بسم الله الرحمن الرحيم. بسبب الظروف الأخيرة في منطقة المرج ونزوع عدد كبير من الأهالي، نقوم نحن المجلس القضائي في الغوطة الشرقية محكمة المرج بإيواء الأهالي في المنازل الناس المهاجرة خارج الغوطة الشرقية، علما أن المنازل ستبقى عائدة من كتلها لأهاليها. نسأل الله أن يحمي أهالينا من كل شر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن عناصر القضاء في محكمة المرج نقوم بإيواء الأهالي و إيوائهم في المنازل الفارغة نتيجة القصف والوضع الأمني على منطقة المرج والحملة الشرسة التي يقوم بها النظام.